ننتقل إلى الأغوار في السونة الجنوبية. تحديدا يحذر مزارعو الموز من ظهور بوادر إخراق في السوق المحلي من مادة الموز، رغم كفاية المنتج المحلي بتلبية احتياجات السوق وبجودة عالية وممتازة. ويقول المزارعون أن كميات الموز المنتج محليا تكفي لتغطية الطلب في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية. مشاكلنا بالنسبة للمياه، المياه شحيحة والمياه بعضها تذهب هدر أمام المسؤولين. مياه الشرب، مياه الزراعة في اعتداءات كثيرة عليها ولا حد محرك ساكن. دور المياه اللي تأخذه الوحدة الزراعية لا يكفي لزراعة 200 شتلة موز إلا اللي عندهم آبار مرخصة، في آبار كثيرة ما هي مرخصة. بالنسبة للتسويق إحنا أهم إشي إنه يبعدوا عنا جمعية استيراد الخضار هذه، هذه ما إلها علاقة بتجارة الموز. الموز فيه حوالي 150 مخمر موز، هم أصحاب العلاقة، يجب ربط الاستيراد حسب الحاجة بهذولا المخامر، لأنهم هم المسؤولين عن المخامر وهم اللي بيعوا ويشتروا الموز المحلي وهم اللي يسوقوه. لما يجي تاجر الخضرة من هناك، تاجر الفواكه يجي يستورد، هو يكسب وهم أصبحوا خسرانين. وكثير منهم هدد السنة الماضية أنه بإغلاق محله، يقول لك أنا شو بدي بهالشغلة، يعني يجي تاجر الخضرة من هناك، طب هذا يستورد بندورة، يستورد بتنجان، يستورد برتقال، تفاح، عنب، مانجا، يعني جميع أصناف الخضار، ليش ما يترك الموز لأصحابه؟ عندنا مشاكل. أول شيء بفصل الصيفي شح بالمياه شوية، عندنا مشكلة الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي هذا يعني كثير يعني يضايق المزارعين أو يأثر على محصولهم. عندنا مشاكل بالنسبة لثمار الموز، عندنا مشكلة الفيروس، هذا الفيروس طلبنا من وزارة الزراعة أنهم يجدوا لنا حل، فحاولوا يعني أنهم بأي شكل من الأشكال وشكلوا لجنة، لغاية الآن ما إجانا أي شيء بالنسبة لهذا المرض، يعني على أساس أنهم يشوفوا له علاج أنه يخففوا خسارتنا منه. عندنا مشاكل بالصيف وعندنا مشاكل بالشتاء، يعني عندنا كمان يعني بالنسبة لنبات الموز أو مادة الموز، الموز إحنا في عندنا ذروتين، يعني ذروة من 1:10 أو نعتبرها ذروة واحدة من 1:10 ل 1:5، هاي ذروة يكون إحنا إنتاجنا يغطي السوق المحلي بشكل ممتاز. نلاقي تغول من بعض التجار، ليس تجار المخامر، هسه احنا تعاملنا مع تجار مخامر الموز البلدي، نلاقي من بعض التجار اللي هم بمسمى الكمسنجية يتغولوا، يعني لما يجي الوزير يعطي 10 تصريح، ال10 تصريح يروح منهن 7 لتجار الكمسنجية، هو المفروض ينعطى لتاجر لتجار المخامر الموز البلدي اللي يجي يحمل موزي انا من على ارض الواقع من وادي الاردن.